تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة رئيس الحرس الوطني، رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني إلى سموه أسمائيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 22 لإقرار ميثاق العمل الوطني. وأكد سمو رئيس الحرس الوطني بأن ميثاق العمل الوطني حظي بإجماع شعب أبناء البحرين ليكون نبراسا لمسيرة التقدم والازدهار والنماء للمملكة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بمفور الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وأبنائها بالمزيد من التقدم والرفعة والنماء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.